هذا البيت يا جماعة شايفينه؟ هذا الكراج الظاهر هذا بعد ما دخلت تصدق. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبة المتابعين في كل مكان. طبعا احنا الان وصلنا للموقع قيام الجبل في الموقع. الله يدي لو ما قلت لي الكلام ده اللي قلت لي في البيت ده. شوف انا جيت لك قبل سنة تقريبا. ايه اقسم بالله كذا شوف ظل اسود يا اخي. ليه قلت لي يا اخي دحين عقلي من اول قاعد اليو اس بس الاسود دحين كل مره احط الكشاف انت بطلنا احط الكشاف اشوف شيء اسود قدام عيني. انت مغامرنا القوي لكن ان شاء الله قوي الله وحده. شوف ليه قالوا لك نفيخه تعبير هذا الله يوفقك اللهم امين. والله يا جماعه لما تروح اي مكان لا يعني اذا في شيء في المكان لا تقولوا انه في كذا وكذا وكذا ترى العقل يوسوس ترى بعض الاحيان والله. فالله يحفظنا. ايش قصدك يعني تسبح دحين وراي دوام بكره انا بنام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا انا وصلت الموقع وراي خلف مباشره اقول ان الموقع هذه مسكونه الله اعلم هل هذه القول صحيحه ام غير صحيحه. طبعا اخوي احمد نزلني هو وراني الموقع من اول وانا في السياره انتظرني. دعواتكم والحافظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. شايفينه؟ حسب يا جماعة الخير شخص كان واقف ولا شيء. سمعتوا؟ بسم الله. هذا البيت الأول وهذا البيت الثاني. هذا مسجد
حمام الله يعزك. ترى نخلة يا جماعة على شكل آدمي. نخلة هذه نخلة. يا جماعة أنا غيرت الكشاف لأنه هذا الكشاف أقدر أصور براحتي يعني بدون الدائرة هذه داخل الغرف هذه ما يبان زي الناس. في أحد؟ سمعتوا حذفة حصى كاس عادي يا جماعة. بسم الله في أحد هنا؟ في أحد؟ اسمع الصوت غريب، ايش الصوت ده؟ ايش الصوت الغريب هذا؟ لما اقول في أحد يا جماعة مو يعني اني اقول للجن في أحد، لا احتمال ممكن شخص يعني بشر. اوكي بسم الله غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة يا جماعة شجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الدرج كمان. جماعة سمعت الصوت، انت وش الصوت قريب فوق ده؟ بسم الله. شايفين كيف؟ والله قسم بالله ايش البيت الغريب مع الشجرة هذه، رعب. بسم الله. هذا السطح، هذا الوسط. يا جماعة أنا فوق، شجرة الرعب. بسم الله. شايفين كيف؟ شوفوا كيف الأشجار صارت ميتين. هذا حوش يا جماعة، ناخذ ايش في داخل هذا الشيء. الباب ذا قفله. الله. ستة فين؟ عشان البيت. بسم الله. السلام عليكم. بسم الله. حسب الله في دواب في شيء. هذا البيت يا جماعة شايفينه؟ هذا الكراج،
الظاهر هذا بعد ما دخلت تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد؟ الله يا جماعة شوفوا ايش حال جسمي كيف. بسم الله. شجرة الرعب. طبعا يا جماعة والله احس انه هوا. ايش المكان الغريب ذا؟ بسم الله ايش فيها ركبتي. شوف يا جماعة بسم الله. والله احس انه في شيء هنا يا جماعة. يا جماعة أنا وصلت نهاية المغامرة. بسم الله وصلت نهاية المغامرة. هذا الموقع اللي جيت فيه في البداية. هذا الموقع والله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون.